همبرجر الشوفان، أوراق خس، شرائح طماطم، شرائح بصل، 1 كيلو لحم بقري مفروم، قرن فلفل حار مفروم، فص ثوم مهروس، بيضة، كاتشب، مستردة، مايونيز، 1 معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، شرائح مخلل، جبنة، خبز كايزر، 1 بصلة مفرومة ناعم، نص كوب كويكر. نحط البصل المفروم فوق اللحمة، الفلفل الحار، الثوم، ونكسر فوقهم البيضة. نضيف كويكر، الكاتشب، الملح، الفلفل الأسود، ونعجن بأيدينا لغاية لما تتجانس كل المكونات. نشكل اللحمة على شكل أقراص دائرية. ونقليها في المقلة على نار عالية. ندهن الخبز بالمايونيز، الكاتشب، المستردة. نحط ورقة من الخس، ومن فوقها قرص الهمبرجر، الجبنة، المخلل، والطماطم، وشرائح البصل، وتقدم مع البطاطس المشوية والسلطة.